هو انا البريك اللي خدته في التمثيل ده خدته يعني ما كانش عندي رفاهيه الاختيار، وكنت واخد البريك بحيث انه قعدت مع استاذ محمد عبد العزيز وقال لي كريم وهو صغير برضو اشتغل ووقف فتره ورجع تاني في اضحك الصوره تطلع حلوه، وجرب تعمل كده عشان شكل الولد وهو بيكبر. وفي امثله كتيره لما كبروا قدام عيون الناس ده ما كانش كويس، بالعكس. وده بان الفرق يعني لما انا رجعت تاني اشتغل وانا كبير في 2013 عملت مسلسل فرعون مع استاذ خالد صلاح الله يرحمه. بعد كده ريحت سنه كنت بحاول اشتغل فيها وما كنتش عارف، 2015 استاذ الرئيس قسم استاذ عادل امام. بعد كده في 2015 عملت من ظهر راجل، البدايه القوي شويه كانت في 16. هنا بقى اشتغلت ثلاث حاجات، الخنكه والميزان وعد، رحت حلقه مع سعد يونس وصاحبه السعاده، ابتديت هنا الدنيا تتحرك اكتر شويه. بس انا ساعتها ما كان فكره ان انا ازاي ارجع تاني دي ما كانتش حاجه سهله خالص خالص خالص. فكره انه مش بس الناس هتبص لك ازاي، الناس هتشوف تمثيلك ازاي، لان انا بمثل وانا صغير حاجه وانا كبير حاجه تانية. اللي وانا صغير ولد كيوت يعني لو شايف ما بعرفش يمثل في الاخر عنده كاريزما الطفل، لكن وانا كبير لو بعرفش امثل هتقول يعني خلاص بقى. فدي كانت مشكله بالنسبه لي ان انا طب ازاي اعدي ده وازاي ابقى عامل حسابي لده. ولما اشتغلت الكام حاجه دول قبل 2016 كنت انا شايف انه ساعتها كان تمثيلي مش كويس، فاخدت ورش ودرست كيسز بتاعت مثلا دانيال رادكليف وديكابريو وماكلاي كولكن بتاع هوم الون اللي بطل بعيدا عن اي مشاكل بره اللي حصلت لهم بره التمثيل يعني، بس اللي كمل كمل ليه واللي بطل بطل ليه. طب فيروز حتى هنا الناس استقبلتهم ازاي، وكان في فكره انه اوكي انا عمري ما هقدر، انا مش عايز اصلا كده، ولكن عمري ما هقدر اشيل من الناس فكره انه ده يوسف اللي عمل دور في بحب السينما. انا مش عايز اشيل الفكره، ولكن عايز الناس تفتح حته كده جنبها ان ده كمان بقى بيمثل كذا وكذا وكذا. ف دايما الناس في الاول كانت بتحصرني في ده لحد ما ابتديت اعمل شويه ادوار ابتدت يبقى الناس فاكراها دلوقتي وبتقول مثلا دوري في نصر الصعيد، دوري في الميزان، دوري في خط حرير، دوري في زلزال. ابتدت الناس نوعا ما اوكي احنا شفناك في كذا وشايفين تمثيلك في كذا، فده كويس. وده اللي انا دايما بزق فيه وبسعى فيه ان انا اعمل ادوار تانية يتقال ان يوسف ممثل كويس فيها وممثل كويس فيها عن دوري بحب سيما. ان دي بالنسبه لي مرحله وخلصت، ده ممثل تاني بظروف تانية بخصائص تانية بحاجات تانية. دلوقتي ممثل خالص ان سن تاني وعمر تاني وشكل تاني، والقدام كمان مثلا سنتين تلاتة هبقى ابص برضه في فكره تانية يعني.